ما تيجي تحضرينا يا استاذ صباح؟ سعبدو ايه متشرط علينا على الاخر. ازاي بقى؟ ده احنا نجهزها ونوصلها لحدكم. قد القول يا غاليه، بس معلش برضو نفسك معانا. قولي له يعني بالهداوه ده جواز واحنا شارين السنيوره، وانت الخير والبركه. عينيا ليكي يا غاليه. جري يا عبدو بقى، ما تحط ايدك في ايد الحاج عشان نقرا الفاتحه، احنا يعني مش هنختلف. ربنا ما يجيب خلاف، انا بس بتكلم في الاصول. هي الاصول تزعل؟ واحنا تحت امرك في كل اللي انت عايزه يا عمي، احنا شاريين وابويا ما يقصدش. ما حدش بيزعل من الاصول يا عبدو، قول كل طلباتك بس بالعقل. الدهب 50,000. موافقين. استنى بس يا عوض، بقول لك الدهب 50,000. موافقين. والخشب كله، المطبخ، اوضه النوم، الانتريه، و15,000 جنيه كسوه العروسه، ده غير الفرح من اوله لاخره يعني، عليكم. والباقي بقى علينا احنا. الباقي بقى اللي هو ايه يعني؟ الاجهزه كلها، النجف، اجهزه المطبخ، السجاجيد، الستاير، التنجيد، غير الهدايا بتاعت حماتها بقى وسلايفها. هدايا بتاعت حماتها؟ بقول لك ايه، احنا مشطبين للواد شقه سوبر لوكس، مش ناقصها برد فرش. وبصراحه الطلبات اللي انت بتقولها دي ما فيهاش عدل. هو انا جبت حاجه من عندي؟ ما الحاجات دي زي ما جت بنت عمي وبنت خالتها. طب ومتعصب عليا ليه؟ خلاص انت قلت اللي عندك، هشاور نفسي وادورها ونبقى نرد عليه. يابا كلام اخده وعطى يابا. رأيي يا عبده مش كده. انا ما قلتش حاجه، بس يعني الراجل عدى العيب، قال هياخد وقت يفكر ويشور نفسه، وبعدين البنت مش هتطير. وانت عداك العيب يا عبده. سلام عليكم. ايه ما بالهدوه يا حاج، وبعدين يعني انا شايفه ان طلبات الجماعه معقوله. وانت مش شايفه بيكلمنا ازاي؟ ده كانه قرفان مننا. حاشا لله يا حاج، هو بس عبده يعني عشان البت منال دي الدلع كله، بيحبها قوي وصعبان عليه يعني انه هتفرقه. معلش انت بس فهمتني غلط، انا عايز اطمن على بنتي. بنتك في عينينا يا عبده، بس لاقيني ولا تغديني يا جدع. يا عم خلاص مش هنختلف، واللي كده كده زي كده مش بعيده يعني. هو ده الكلام. مبروك يا عيال. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.